شعرت به دول عدة. زلزال قوي يضرب أنطاكية التركية. ضرب زلزال جديد بقوة 6.3 درجة على عمق كيلومترين منطقة الحدود التركية السورية الاثنين. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الهزة التي ضربت منطقة أنطاكية في تركيا عند الساعة 8:04 مساء بالتوقيت المحلي شعر بها سكان المناطق الجنوبية التركية ومناطق بسوريا ولبنان.